أنه شوف اليوم نحن أحوج ما نحتاجه اليوم هو أننا نفهم الدين فهما صحيحا يا إخوان، خاصة في هذا الزمن الذي يسمى بزمن العولمة، بكثرت فيه الآراء والأقوال. قد يقول لك قائل دوكان شكون نسمع شكون نتبع واش نقول. الله يا إخوان، العبرة كل العبرة بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف كل إنسان يقول لك شيء من الدين ثم يقول لك قال الله قال رسول الله فلتطمئن النفس إليه. نعم، بفهم سلف هذه الأمة، بفهم علمائها، لأن علماء بعثهم الله لنا هذه الأمة، نصر الله بهم الدين. تذكر أنت العلماء، علماء أئمة الإسلام، إذا مالك، الشافعي، أحمد، سفيان الثوري، أبو حنيفة، شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ناس، نعم، هذو كلهم نهلوا من الكتاب والسنة وقدموا لنا الفهم الصحيح. إذا هذا وليت سمع يقول لك قال الله قال رسول الله، لأننا نعيش في زمن كثرت فيه هذه الآراء. وشبابنا اليوم يقول لك شيخ ما عندك حد، ما تحرم والو، هذه العبرة. ويعرف سبحان الله الإنسان الذي يفهم الدين بهذه المنطلق بالكتاب والسنة، الله عز وجل يجعل له القبول في الأرض، لأنه واش يتكلم من عنده. أناس يعظمون الدليل. علاش اليوم كاين حملة عظيمة جدا لصنفين من الناس، وهذا الذي تفطن إليه أعداء الإسلام يا إخوان. علموا أنهم لن يستطيعوا محاربة الإسلام والمسلمين، خلاص هذيك حروب وثورات. علموا أنهم إن أرادوا أن يسقطوا هذه الأمة فعليهم أن يركزوا على عنصرين اثنين، المرأة والشباب. بسقوط هذين العنصرين تسقط الأمم، وبهما تبنى الأمم. الأمم تبنى على أكتاف الشباب والنساء، صح رجال، خاطر هذوك الشباب غدوا هما اللي يكونوا رجال. أما الشباب قد نجحوا إلى حد كبير في تحطيم شبابنا للأسف الشديد. والواقع الذي نعيشه يشهد على ذلك. اللي راهو كبير في العمر كذا عاش بالك السبعينات، عاش الثمانينات، عاش التسعينات، الألفينات، مستحيل. كانت ظواهر لكن ماشي كيما رانا اليوم. المخدرات، الملوثات، الخمور، الشبهات، الشهوات، شباب ضاع. والمشكل ضياع الشباب لا نهايه له. يجي ليك يقول لك شيخ انا عييت، انا كرهت بحياه المعصيه، لم اجد اللذه، لم اجد الراحه، لم اجد شيء. والاعمار تمشي، البارح كنت صغير، اليوم في عمري 30 سنه. تفطنوا لهذا الامر جيدا فحطموا شباب الاسلام. ومع كل هذا فشبابنا فيه الخير يا اخوان. والله غالب المساجد اللي ندير فيها ونسافر وكذا، قلت لك 80 70 80% من الحضور شباب، وحضور ما شاء الله الشباب كله. هذا ان دل يدل انه فيهم الخير. لكن كباقي الناس، الانسان اي انسان فيه جانب تاع خير وجانب تاع شر. احنا وظيفتنا اليوم ان نحرك جانب الخير فيهم. الان قد وفق، لا نقول وفق، قد نجح اعداء الاسلام ان حركوا جانب الشر فيهم. احنا وظيفتنا ان نحرك جانب الخير فيهم، خاطرش فيهم خير. هذه ماشي قريناها، باب تجربه ومعاملتنا مع الناس. هذا هو شبابنا. وهذا المعنى ايها الافاضل، هذا ادب وتربيه نبويه. النبي عليه الصلاه والسلام اعظم عنصر ركز عليه في حياته هو عنصر الشباب. لانه كان يعلم عليه الصلاه والسلام ان الذين يحملون رايه الاسلام بعد كبار الصحابه، بعد النبي عليه الصلاه والسلام، وكبار الصحابه شكون؟ هم صغار الصحابه، غدوا يولوا رجال كما كان الحال. الذي يقرا السيره ويقرا تاريخ الاسلام يدرك ذلك جيدا. من حمل الاسلام بعدهم؟ ابن عباس، ابن عمر، معاذ بن جبل، اسامه بن زيد، سعد بن ابي وقاص، هذو كلهم من صغار الصحابه. ابن عباس لما مات النبي عليه الصلاه والسلام خلى ابن عباس في عمره 10 سنين. رباه من الصغر 10 ولا 11. لما سئل ابن عباس قال لما مات النبي عليه الصلاه والسلام كنت قد ناهزت الحلم، يعني في سن البلوغ 10 11 12 هذا. لكن ليقرا كيف ربى النبي عليه الصلاه والسلام ابن عباس، تقرا العجب. كان يكلمه كأنه يكلم رجلا له من العمر 50 سنة. كلنا يحفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيره. يا غلام إني أعلمك كلمات. شوف يا غلام، ملي كان صغير. بصح أنت كما قلت لك ملي كان في عمره ذاك الوقت 8 سنين كان يقول له هذا الكلام. تقول له يكلم رجل في عمره 50 سنة، لماذا؟
التربية من الصغر، المحافظة على شباب الإسلام، هما كلش. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كلام عظيم جدا. صح، كيفاش ولا ابن عباس كان يهيئه لأمر عظيم؟ ابن عباس صار إمام الدنيا بعد ذلك. معاذ بن جبل، معاذ بن جبل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومن صغار الصحابة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن في عمره 15-16 سنة. ابن معاذ بن جبل حياته كاع عاش 38 سنة، قيل 32 سنة، مات شابا، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. لكن اسمع كيفاش رباه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه للشباب الصحابة كان يقول يا معاذ، قال كنت مرة، حديث صحيحين، خلف النبي عليه الصلاة والسلام على آتان، الآتان هي أنثى الحمار، قال كنت خلفه على آتان، فقال لي يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. شنو الكلام؟ اسأل على أقرأ عن معاذ بعد ذلك، كبر على هذه المعاني، أقرأ من هو معاذ بن جبل. معاذ مرة مش قالوا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف مرة أمسكه بيده وقال له يا معاذ والله إني لا أحبك. عبك شكون قال له يا إخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قال له إني أحبك، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم زاد أقسم له، قال له والله يا معاذ إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مركز على عنصر الشباب، فصار هذا أعلم الأمة بالحلال والحرام، هذا أعلم الأمة بالقرآن. والثالث من أسامة بن زيد، أقيس مع شبابنا اليوم للأسف الشديد، يعني شباب ضائع تائه إلا من رحم، هم يغيضوا من جانب، ومن جانب يعني عندهم جزء كبير من المسؤولية، يعني كل حالة دي لازمها محاضرات. أسامة ابن زيد، هذا أسامة رضي الله عنه وأرضاه، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قادة الجيوش، يقود جيشا وله من العمر 17 سنة. أسامة قائد جيش لغزو الروم وله من العمر 17 سنة، وفي الجيش كبار الصحابة أبو بكر وعمر، كاع في الجيش هو القائد تاعهم في عمره 17 سنة. قد قلت ليما علاش ما كانش كبار الصحابة في الجيش باش يعطي القيادة لسعد؟ كان ينشئ جيلا ربانيا يفتح ينشر الإسلام في الآفاق. أقرب عن سيرة أسامة بن زيد، من أعظم الفاتحين في تاريخ الإسلام أسامة بن زيد، تربى على ذلك تلك المعاني. بهذا الأمر نجحت دعوة الإسلام في مهدها الأول وانتشرت في أقل من نصف، في أقل من قرن فتحوا نصف الكرة الأرضية من الصين إلى الأندلس سنة 92 الهجرة، نصف الكرة الأرضية تحت راية لا إله إلا الله، نصفها. هذو العرب الذين نزل فيهم القرآن والإسلام قبل هذه كانوا يرعون الغنم ويتتبعون القطر، عايش في الصحراء بدو رحل، فصاروا من رعاة للغنم إلى قادة للأمم وسادة في القمم باش بالإسلام، الإسلام والقرآن. ولهذا رسالة التي أوجهها إلى إخواني الشباب والأخوات والنساء جميع، والله ما إن تمسكنا بالدين يعطينا الله الدين والدنيا. المقولة الخالدة الشهيرة لمن لعمر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. الذل الذي تعيشه اليوم الأمة والهوان بسبب بعدنا عن الله. الآن لازم كاين مفاهيم صحيحها. الله عز وجل من حكمته في الكون يا إخوان أنه كل أمة جعلها مقومات القوة والنجاح، ربي أراد ذلك. كاين أمم ربي جعل القوة تاعهم في المال، هناك أمم جعل الله قوتهم في البسطة تاع الجسم، ينحتون من الجبال بيوتا، يحفروا الجبال ويسكنوا فيها لعظمتها. ربي جعل القوة تحقهم عاد وثمود، ربي جعل القوة تحقهم في البسطة.
ناس ربي جعل قوتهم في الماء، أقوام جعل الله قوتهم في الكثرة، كما كان حال التاتار قديما. هذه الأمة جعل الله قوتها في إسلامها. ولو كنا جماعة جعل الله قوتنا في إسلامنا، في قرآننا، في سنة نبينا. أدلنا الله اليوم لما تركنا سبب عزتنا، اعتقدنا أن العزة والقوة والتمكين في التشبه بالغرب، فأدلنا الله. تبعنا معسكر الشرق دين الاستقلال، ومن بعد تبعنا مسلم معسكر الغرب، تبعناهم قاع، ما تبعناش الإسلام فقط. فزادنا الله ذلا على ديننا للأسف الشديد. مقولة خالدة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. والعجيب عبك هذه المقولة يا إخوان، قالها عمر، عبك أختان قالها، سبحان الله، الأحداث تتتابع وتتشابه. قالها عمر رضي الله عنه لما خرج في الفتح العماري، خرج من المدينة ليتسلم مفاتيح بيت المقدس القدس، رده الله للمسلمين. خرج ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، في الطريق عمر أمير المؤمنين، الدنيا قاعدة تحت يده، خرج، فخرج إليه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أبو عبيدة، فقال قبل من يلحق بيت المقدس لاقاه في الطريق، فقال له: يا أمير المؤمنين، سيخرج لك قساوسة الروم وبطارقتهم ليسلموك المفاتيح، لناس بطارقة النصارى، فهل جئناك بجبة تستقبلهم بها، نجيب لك قامز جبة تستقبلهم بها؟ قالوا: كان يلبس جبة عمر، وكان داخل أمير المؤمنين على بغلته داخل بيت المقدس فوق البغلات، ماشي أصلا فارس، ولابس جبة مرقعة خيط. فقال له أبو عبيدة الكلام، قال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، هل أتيناك بجبة تستقبل بها قساوسة الروم ورهبانا؟ فغضب عمر وقال: يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها، لو كان واحد آخر غيرك قالها، خاطش كان يحترم بزاف، لو أن غيرك قالها، وما قالوا الكلمة، قالوا: يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. ليقرأ تاريخ الإسلام، أعظم فتوحات المسلمين في زمن عمر طبقت المقولة عمليا. ما نحتاجوش حاجة كبيرة، أن ترجع الأمة إلى دين ربها، نعيش في الحياة ما كاش مشكل. كاين بعض مفاهيم الناس يقول لك إذا تمسكت بالدين لا يمكن أن أعيش الحياة، أبدا. عمر الله عز وجل لم يأمرنا بترك الحياة في الدنيا، ربي هو خلقنا فيها، الله عز وجل أمرنا بترك الحرام وعيش في الحياة عادي. يعطيك الله الدنيا والآخرة، هذا هو عمر، هذا المفهوم الذي تربوا عليه. كيتقرا سيرة عمر يا إخوان، عمر هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ابن مسعود يقول: لازل أذل حتى أعزنا الله بعمر. عمر كان من جبابرة الجاهلية، كانوا يقولون عنه قبل أن يسلم، كانوا يقولون: لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، كانوا يقولون الحمار تاعو يسلم ولا يسلم، لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. فأسلم عمر وحسن أسلامه وصار من أئمة المسلمين، بل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي عمر نبي لكان عمر، إن يكن فيكم محدثون ملهمون فعمر. ربي وافقه، ربي يقول عمر، ربي وافقه في القرآن، كان يقول إخوان، كان ينزل القرآن يوافق عمر، يقسموها العلماء موافقة عمر، يعني المواضع التي وافق القرآن فيها عمر. هو من أدبه ما كانش يقول وافقني القرآن، كان يقول وافقت ربي في أربع، كان يقول، كان يؤخذ بكلام عمر. في غزوة بدر أخذ بكلام عمر ولم يؤخذ بكلام أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. في قضية الأسرى كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرجعهم بفدية بمال، أبو بكر مال إلى هذا القوم، فلما جاء عمر قال: لا يا رسول الله، أما أنا فأرى أن تعطيني فلان فأضرب عنقه، وتعطي عليا فلانا فيضرب عنقه، وتعطي فلان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار القول الذي اختاره هو مع أبي بكر، فنزل العتاب من السماء، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
تدوش الأسرى تقتلوهم كما قال لكم عمر. آية الحجاب، يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يراهن البر والفاجر. نزلت الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. عمر حاجة عظيمة جدا. ابن مسعود، كيف قلت ابن مسعود أيها الأفاضل، باش تشوف الرجال اللي عاشوا في هذه الزمان، ما هو الذي حولهم؟ هو الإسلام. عمر اللي قالوا مرة زعف عليه أبو بكر في حروب الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، غضب عليه، فقال له أبو بكر، قال أبو بكر لعمر، يا عمر أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ لما أسلم نصر الله به الإسلام. ابن مسعود قال والله الذي لا إله غيره، يقول لكم ابن مسعود يا إخوان، ابن مسعود من كبار الصحابة ومن أعلم الأمة بالقرآن، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عبد الله بن مسعود، قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقصد ابن مسعود. ابن مسعود كان يعبر القرآن، بل مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الله اقرأ علي القرآن، فبكى ابن مسعود، قال يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، القرآن أنزل علي لحسن قراءتي القرآن، فقال يا عبد الله إني أحب أن أسمعه من غيري، فجعل يقرأ ابن مسعود القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستمع ويحبره تحبيرا، حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل سورة النساء إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود قال حسبك يا عبد الله، بص وبكلم بكش عم يقول ابن مسعود بكى رجلا أنزل عليه القرآن. وش من جيل هذا يا إخوان؟ أي جيل؟ ما الذي غيره محول الله الإسلام؟ الإسلام ما طلبناش حد كبير، شبابنا ينشئ على طاعة الله، ترى من الله العاجل. نكملوا ابن مسعود ما نرجعه، هذا ابن مسعود شو مكانته؟ شوفوا شو يقول على عمر، قال لازلنا أذلة حتى أعز الله الإسلام بعمر. وش يقول؟ كان يقول ابن مسعود، كان يقول والله الذي لا إله غيره لقد أحببت عمر بن الخطاب في الله حتى إني خشيت الله، حتى خفت من ربي سبحانه أن يقول لي يوم القيامة يا ابن مسعود هذا الحب ينبغي أن يكون لله لا لعمر. كان يقول ابن مسعود لو أعلم كلبا يحبه عمر لأحببته. علموا ربوا أبناءهم جيل شباب على معرفة أمثال هؤلاء الرجال. كان يقول أيها الناس، كان يربي الطلبة تاعه ابن مسعود هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان في الكوفة، كان يقول أيها الناس أكثروا من ذكر عمر فإذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله. احنا اليوم من أعظم الأسباب انحراف شبابنا غياب القدوة يا إخوة، ما كاش قدوة، شكون هو قدوة الشباب؟ ما يعرفوش هاد المعاني سمعنا اليوم. ماذا يعرف شبابنا عن عمر؟ ماذا يعرف شبابنا عن عبد الله بن مسعود؟ ماذا يعرف شبابنا عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل، عن أسامة بن زيد، عن سعد بن أبي وقاص؟ ما يعرفونهم. وهاد المعاني أين تسمعها؟ في بيوت الله. شبابنا اليوم شكون قدوتهم؟ اللاعبين واللاعبات، فنانين فنان، كافرين والكافرات، وش حتنتظر؟ للأسف الشديد هذا غابت القدوة فضاع شبابنا، غاب الإسلام. لابد أن نحيي في شبابنا امثال هؤلاء الرجال، كما قال القائل قوم جميع الفضل منتسب لهم وقلوب الناس للقائهم ترتاح فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أنا فرسالتي إلى إخواني الشباب وإلينا جميعا، الله شوف عيش حياتك، اخدم، مكسب، تاجر، الحمد لله هذا كله حلال، لكن احسن العلاقة بينك وبين الله. ما معنى ان احسن العلاقة بينك؟ انا انسان ملتزم مستقيم على شرع الله، انا انسان لا اسمع الغناء، انا انسان ما عنديش علاقة مع النساء والبنات محرمة، انا انسان اصلي في بيت الله، هذا كاع نقدر نقول، انا انسان اصلي في بيت الله، نصلي من الصبح العيش الحمد لله، انا انسان اقرا القرآن، احفظ القرآن واحضر مجالس العلم، هذه الخمسة، هذا هو الالتزام والاستقامة والدين، هذه الأمور يتربى وعيش حياته.